لما تلاقي ان قطر الكتمان بيخلي قلبك يتأثر من اقل حاجة، ساعتها بتكتشف ان اصعب حاجة هي انك تفارق اللي بتحبه من غير ما تعرف حتى ميعاد رحيله. وبنبدأ مع انور وهو بيحتفل بعيد ميلاده الـ18 وبيحاول يدلع نفسه ويعمل اي حاجة مجنونة، وفي نفس الوقت رفيف كانت مسافرة عشان تقابله وتحاول تفتكر ذكرياتها الجميلة معاه ومش مصدقة نفسها انها هتقابله بعد السنين دي كلها. لكن تاني يوم محامي الشركة يعرف انور ان كل الاستهتار اللي بيعمله ده مش في صالح شركة جده، ويقول له شايف كاتبين عنك ايه، وهو ولا في دماغه ويقول له مش عيب محامي كبير زيك يقول لي خبر سخيف زي ده. طب بص بقى يا انور، انا عامل اجتماع للشركة بعد ساعتين وانت لازم تحضره طالما بقى عندك 18 سنة عشان تعرف وصية جدك قبل ما يموت. اجتماع ليه؟ مش انا الوريث الوحيد؟ فيقول له ما تسبقش الاحداث بس. وفي نفس الوقت توصل رفيف للاوتيل اللي هو فيه وتحاول تحضر الكلام اللي هتقوله له اول ما تقابله، لكن اول ما قابلته الغريب انه معرفهاش ومش مديها اي اهتمام، وتقول له انا رفيف ازيك عامل ايه، فيقول لها انا انور خير عاوزة ايه، لو بتدور على شغلي يبقى انا الشخص الغلط، لا انت فهمني غلط ولسه هتكمل. فيجي السكرتير ويعرفه ان الاجتماع هيبدأ، لو سمحت يا أنسة ولسه هيمشيها، فيقول له استنى بس شكلك بتدور عليا فعلا. بدور عليك وجاية من مكان بعيد. بص يا رفيف، أنا ليا صفحة للمعجبات على الفيسبوك، لو في حاجة عاوزة تعرفيها عني خشي عليها. أسفة إن أزعجتك وأوعدك ما تتكررش تاني وتسيبه وتمشي. لكن أول ما طلع الاجتماع وبدأوا يقروا وصية جده يتصدم إن جده عامل شرط إنه لازم ياخد شهادة من مدرسة حكومي عشان يقدر ياخد الميراث، ولو ما وافقش هيبقى ليه بس 1/10 من الميراث كله. فيتعصب انتوا بتقولوا ايه ويحاول يطردهم، بس بيتصدم انه ملوش صلاحية يعمل كده الا لما ينفذ وصية جده، ويقعد مع نفسه ويكلم نفسه انت فاكر يا جدي انك بتعذبني باللي بتعمله ده، انا هثبت لك العكس وهاخد كل فلوسك وضيعها بمزاجي، ويطلب عربية عشان توصله للمدرسة الجديدة. ويتصدم تاني انه ملوش صلاحية في اي حاجة، والمحامي يقول له ده مصروفك ودي تذكرة الاتوبيس اللي هتوديك الضيعة، وفي الطريق ايه يا ابني ده، حد يشيل الطفل ده يا جماعة، هديك على وشك. واول ما وصل ينزل ويغرز كده شكله هيبقى مرار طافح، ويعدي على مطعم الخالة صالحة، لكن تتصدم ومش مصدقه انه هو وكأنهم يعرفوه، ويسألها فين بيت رقم 47، تدله على الطريق وتدخل تجري بسرعة. الحق يا رفيف مش هتصدقي مين اللي جه، تعالي بسرعة، واول ما شافته تدوخ وتقع ويغمن عليها، انا كويسة يا جماعة بس ايه اللي جابه على الضيعة هنا. ويوصل لبيته الجديد ومش مصدق نفسه ان دي حياته الجديدة، ويلاقي سلمان ويقول له انا مستنيك هنا من امبارح وبصلح لك اي حاجة كانت بايظه، واقفل بابك كويس وخلي بالك من الضباع. انت بتقول ايه يا عم انت، هي فيها ضباع كمان؟ لكن اول ما راح المطعم عشان ياكل فيطلع يحاسب ويستعجب انها نفس البنت اللي جات له الاوتيل، وتقول له حسابك 150 ليره، فيديها الفيزا وتقول له ما فيهاش رصيد، اتاكدي تاني شكلك مش بتعرفي تشغليها، فتضحك وتتصل بالبنك وفجاه تقطع الكارت، فياخد منها التليفون ويزعق لهم يعني ايه الكارت ملغي، ولسه هيتعصب اكتر فيقفله في وشه، خدي فلوسك اهي، ويقول لها انا مش عارف ايه الصدفه دي ولا عاوز اعرف، وبالمناسبة ايديكي مقرفة روحي اغسليهم بسرعة لان مفروض يكون ده مطعم محترم. فتتأثر وما تردش عليه، وبالليل تخلي صالحة تحط لها حنة على صوابعها وتقول لها هتروح المدرسة كده ازاي يا بنتي، المشكلة يا خالة عشان الاقي نصيبي ومحدش يشوف صوابعي، تعرفي انا امبارح شفت نفس الحلم ان الضيعة كلها متغطية بالتلج وكنت مبسوطة قوي، يا ريت ينزل قبل ما اموت. ما تقوليش كده هينزل التلج وهتحققي اللي انت عاوزاه. لكن تاني يوم في المدرسة رفيف تعرض عليهم المسرحية اللي هيشتغلوا عليها عشان حفلة التخرج، وفي نفس الوقت يدخل انور للمدير، والمدير يقول له ايه يا ابني اللي في ودنك ده، ده حلق ما انت شايف، بص يا انور المدرسة هنا مش ملكك زي ما انت متعود، شيل الحلق ده وروح على صفك. ويدخل الفصل ويستعجب ان رفيف معاه في نفس الفصل، لكن برضه مصمم يعمل مشاكل، فيقوم طالب اسمه طربوش وكان فاكره هو الكبير بتاعهم ويزقه ويقول له بقول لك ايه، انا مش مرتاح لك، عمال تبص عليا من ساعة ما دخلت، والواد خايف منه ورحمة ستي ما بصيت لك، تعالى لي بره. والكل يطلع له بصوا بقى اول يوم ليا هنا ولازم نعرف مين الكبير، ويبص لهم ويخوفهم وياخد طربوش على جنب، بص بقى انا هتخانق معاك بس اوعى تضربني جامد، هضربك انا الاول اتفقنا، ويديله في كرشه كده وفي وشه كده، يلا بقى دورك. والواد طلع عادي وبفته بيضة ويعيط على اخوه، ويروح لابوه يعتذر له على اللي عمله في ابنه، لكن اتصدم انهم بيضيفوه جايبين له اكل ويرحبوا بيه وياكلوا معاه. لكن قبل ما يسيبهم بيستغرب اكتر ان زميله بيديله اكل معاه عشان لو جاع بالليل، وكشاف عشان ينور لنفسه وهو مروح.
صح، ويكلم نفسه معقولة في ناس كده ضربت لهم ابنهم وبرضه بيعاملوني بالطريقة دي، ويسمع صوت ويتوتر ويخاف وتظهر له رفيف فجأة فيترعب وهي تضحك ايه مالك في ايه؟ لا ابدا فكرتك ضابع، اصحيح انت مين وايه اللي جابك على الاوتيل وجيتي هنا ليه كمان؟ بس برضه ما تجاوبوش وتهزر معاه وتضحك ويقول لها انا عاوز اعتذر لك وما تزعليش مني، فتقول له ولا يهمك. لكن تاني يوم يحاول يرشي المدير بس اتصدم من رد فعله انه بيحذره لو عمل كده تاني هيعمل له مشكله كبيره، وزمايله يجوا يزوروه وزميله انور تعامل رفيف وحش لكن اتعصب عليهم وقال لهم يرجعوا بلدهم تاني وتبص له وهي متاثره من اللي حصل. وتاني يوم اول ما وصل رفيف تقول له على فكره المسرحيه بتاعتنا ناقصها دور الام وانت اللي هتعمل الدور ده، تصدقوا انتوا مجانين؟ محدش يقرب مني انا سايبكم وماشي، ويغيب عن الفصل وهي تتاثر بغيابه وبقى لوحده ومش عارف يعمل ايه ولا يعيش ازاي. لكن بالصدفه يوصل لدار الايتام وينزل السلالم وفجاه يفتكر ذكرياته لما كان طفل ويفتكر انه كان هنا مع امه وبيلعب معاها، ويرجع لعقله ويحس ان المكان مش غريب عليه فيقرب اكتر ويفتكر تاني، وفجاه كل حاجه تتدمر وحادث عنيف ويلاقي الكل مات، فيقعد ويتاثر ويترعش من البرد، ورفيف تشوفه فجاه وتخاف عليه اكتر وتحاول تدفيه وتاخده عندها وتعالجه، وفضلت جنبه لحد ما فاق وتبص له وتضحك، ويدخل عليها وتقول له ايه ده انت حرارتك نزلت، فيقول لها انا اول مره حد يعمل معايا كده، تقول له طب اقعد بقى لحد ما احضر الاكل، على فكره بقى انا المخرجه الانجليزيه هروح لها بكره عشان مسرحيه التخرج، فيقول لها وهتعوزيني طبعا معاكي عشان مش بتعرفي تتكلمي انجليزي، فتضحك وتاخده تاني يوم معاها، واول ما وصلوا يحاول يترجم اللي بتقوله لكن اتصدم انها فاهمه اللغه بتاعتهم ويتوتر ويقوم، ليه ما قلتليش انها بتفهم كلامنا؟ فتقول له ما انت اللي ما سالتش، على فكره يا انور انا كنت فاكراك متكبر وبتاع بنات، فيقول لها انا برضه كده، اه صحيح انا اول ما شفتك حسيت بكده، وتشكره انه نصفها قدام صاحبته في المطعم ويتصور معاها سيلفي وتحاول تقلدها، ويقول لها مش هتقوليلي ايه بقى الصدفه اللي خلتنا نتقابل وليه انت جيتي للاوتيل، وبرضه ما تجاوبوش. لكن تاني يوم في البروفه بتاعت المسرحيه الغريب ان انور وصل وكان عامل انه مكسور عشان يعتذر انه مش هيقدر يمثل معاهم فيها، فتتوتر رفيف اكتر وتقول له الله ينتقم منك، فيقول لها ليه كده، فتخرج وتاخد نفسها بالعافيه وتقع والكل يجري عليها ويخاف عليها ويشيلها بسرعه وينقلها المستشفى بسرعه، وتعرف بعد كده ان انور هو اللي جابها بس ما يعرفش حاجه عنها لسه، وخرجت من المستشفى من غير ما يشوفها لكن بالصدفه وهي في المدرسه تقابله وتقول له انت لابس كده ليه؟ ازاي يعني مش فاهم؟ فتقول له النهارده يوم قطف الزيتون مش مهم تفهم، انت كده كده جاي معانا، استني بس دول هديه ليكي، فتتوتر وتاخدهم وتفرح بيهم ويروحوا يقطفوا الزيتون وتريهم بيعملوا كل ده عشان يجمعوا اي فلوس عشان المسرحيه، فانور اتعصب في الاول لكن اول ما شافها فيقوم ويساعدها، ايه اللي حصل انت مش كنت معترض؟ اعتبريني خايف عليكي، وتنجذب ليه اكتر وهو ينجذب ليها ويتقرب منها اكتر واكتر، ويتصل يطمن عليها لكن يتصدم منها في المستشفى تاني، فيروح يشوفها بسرعه ويمنعوه من الدخول، انا عاوز اعرف فيه ايه؟ ليه بيحصل لها كل شويه كده؟ لكن يتصدم بعد كده انها مريضه بالقلب وان الباقي في عمرها مش كتير، وانور مش مصدق كل ده، ده انا لسه ما قلتلهاش حتى اني بحبها، ويقعد جنبها لحد ما تفوق ويحاول يهزر معاها وهي تعرف انه عارف كل حاجه، لكن تحكي له بعد كده انها عايشه بالميتم لان الاطفال دول كل حياتها وانها لازم تشتغل اغلب الوقت عشان تشتري بيت للاولاد دول قبل ما يمشوهم من المكان ده، لكن اتصدم بعد كده ويتاكد من محامي الشركه ان ارض الميتم ده خاصه بجده ويحاول يمنحه من بيع الارض، بس للاسف لسه ما حققش شروط جده عشان يتحكم في كل ده. وفي نفس الوقت رفيف تقرر تقضي الباقي من عمرها مع انور في بيته مهما كان كلام الناس، وصالحه تتاثر ومش عارفه تعمل ايه، واول ما شافته تحكي له ان رفيف عاوزه تعيش معاه وانه لازم يرفض لان الناس ممكن تجرحها بكلامهم وانه لازم يلاقي حل للموضوع ده، واول ما رجع بيته لقاها مستنياه وتاخده بالحضن، انا قررت اعيش معاك خلاص، بس اتصدمت انه قال لها انه مش هينفع عشان كلام الناس، عندك حق، وتقول له اسفه وتسيبه وتمشي، ويتصل بالمحامي ويقرر يتنازل عن ميراث جده عشان ياخد 1/10 من نصيبه ويشتري ارض الميتم بيهم، وهي في نفس الوقت مش عارفه انه بيعمل كل ده عشانها، ويروح لها بس ما لقاهاش، لكن بالصدفه افتكر ذكرياتها معاه وانهم حبوا بعض من زمان جدا بس كان سابها وسافر وهي كانت مستنياه كل ده، فيروح لها بسرعه، رفيف سامحيني انا افتكرت كل حاجه، انا بحبك ومش هسيبك تاني، وتروح معاه ويقرر يعيش معاها ويتاسف لها انه اتريق قبل كده على صوابعها الزرقاء، وتعاقبه وتحط له حنه على صوابعه، والايام تعدي ويتقربوا من بعض اكتر، وتغيرت حياتها للاحسن وهي معاه، لكن فجاه كل حاجه بتتغير، وتقع فجاه وهي في الحمام وما تعرفش تاخد نفسها، ويسمعها ويحاول يدخل لها بسرعه، رفيف حبيبتي خدي نفسك بالراحه، اسمعيني واهدي بس، رد عليا يا قلبي، خلينا نتنفس مع بعض، انا هفضل جنبك
ومش هسيبك، وتاخد نفسها لحد ما تعدي الأزمة. وكل يوم يفكر في اللي جاي ويشوف مذكراتها واللي كانت بتتمناه، فيعمل لها عيد ميلاد ويديها هدية ويقول لها ده علاج ليكي أنا جايبهولك من برة، بس وعديني إنك تاخدي حباية واحدة بس كل يوم، لأن أكتر من كده هيبقى الوضع سيء جدا. فتكتشف إن داخل كل كبسولة ورقة هو كاتبها لها، وتقوم وتدخل وتقرأ أول رسالة: لما لقيتك لقيت حالي معاكي. وتفتح التانية أقصر جملة ممكن تسمعيها إني بحبك، وتبكي وتتأثر أكتر، ويدخل عليها: مش قلتلك مرة واحدة بس؟ فتاخده بالحضن: أنا خايفة إني ملحقش أقراهم كلهم. ويعملوا المسرحية وينجحوا فيها، والكل معجب بيها ويتأثروا بتمثيلهم. وفي النهاية تقول له: وعدني إن كل الفلوس اللي جمعناها تروح للأيتام. فيقول لها: أوعدك. وتاخد نفسها بالعافية وتموت في حضنه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وانكم تشتركوا في جروب Arabic Trailer Fans على الفيسبوك وصفحتي على الانستا، ونشوفكم في فيلم جديد.